يا دحدر أصل عدد هؤلاء الديلما كم؟ إنهم سبعة، سبعتهم. ألا قلت لك يا دحدر دعك عينك في الصندوق وليس في البشر؟ أخلفتني وأخلفت الميزانية، فالديلما أنهم ستة وليس سبعة يا جحدر. كلا، لماذا؟ أرجع أحدهم. لماذا يا جحدر؟ نرجوك. نعم؟ نرجوك ترجع أحدهم. نرجوك ترجع أحدهم. ترجع أحدهم. انظر يا أجل جحدر، جحدر سبعة. ألا ترى هذاك الصندوق؟ نعم. اذهب وأتني عن شخص واحد سوف يعود إلى أصحابه. أتي به، فربما يكون في هذا الصندوق. أتني به يا جحدر. أهلاً. أمرك وسهلاً سيدي. أبا جندل، أبا جندل، يا أبا جندل، إنك تتوتر أصحابنا. جحدر فلا تتضيحكوا. تعال من الخلف يا جحدر، تعال من الخلف يا جحدر. رجاء لا تتضيحكوا. وأخرج لي الاسم الذي ضاع بين هؤلاء الأشخاص. أتريد الاسم؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. علمت الاسم؟ لقد رأيت شخص منكم عائد إلى القرية. لدي مقطع لك قبل 5 سنوات، وعرضت علي في الجوال أن أعلن عنها ملاء. صحيح؟ كم ستدفع؟ والله هذا الدفع ما عندي دفع. كم ستدفع؟ كم عرضت علي في الجوال؟ قبل 5 سنوات. كم عرضت علي قبل 3 أيام أو 4 أيام عندما كنت مع عبد الرحمن بن كليب؟ هذه 1000 ريال. 1000 ريال. ابن رمي. 10,000 ريال. 10,000 ريال. لا تكذب يا عبد العزيز. تمقطعك موجود. ألا تريد أن أعرضه؟ أعرضه. نوف الكنترول الآن. أعرضه. عبد العزيز. أعرضه. عبد العزيز. أعرضه يا ماشي. إنني أمزح معك يا عبد العزيز. إنني أمزح معك. أتطمن وأطمئن. أنا أعرض هذا المقطع الذي يأتي من الاشمئزاز. أعوذ بالله من شكلك. ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أنا اللي ذري ذراي ابن رميه. ونعم سبعين نعم طال عمرك، ونعم سبعين نعم. إنه شدها، شدها. أرأيتها يا عبد العزيز؟ نعم. انظر إلي. سبحان الخالق، سبحان الخالق. سوف أخبرك بعد برنامج. ها لا بزنس هو، لكن محمد بن بندر سيرجع حصانته. محمد بن بندر، العذر منكم أيها الجماعة، فالخطأ ليس من خطأ أبا جندل، إن خطأ الذي حصل في هذه القرية من جحدر. لا بارك الله فيك يا جحدر، كيف زودت شخصا مع هؤلاء الستة؟ إنك لا تعلم ماذا تفعل. إنما هو بالخطأ. قبحك الله وأنت كذلك. إن العائد إلى هذه القرية يا ابن رميدة اسمح لي. الشخص الجميل، لا تتركني. قل قل. أنت تمارس عليهم كما قال ابن جدلان يقول البيت. نعم. تحرق أعصاب المشاهد لين تجمل تبته، المهم أن المشاهد يفهمون الزبدة. صح. الله لسانك ولسان ابن جدلان، الله يرحمه. الله يرحمه. العائد لهذه القرية أحد السبعة وأحد الجميلين الذي كنت أراهن عليه قبل البرنامج وفي نص البرنامج وفي نهاية البرنامج. نقول لك حبيبي وصاحبي وصديقي في القرية فقط. محمد أزوج ما يخرج. من؟ أبا متعب. إنك لم تخرج. إنك لم ت... إنك في الديلما وليس. لا ما أعلم. لا تتضيحكوا. اضحك اضحك. لا تتضيحكوا. أين هي الحوية؟ الحوية. كل مجال عادي. الحوية. أين هي؟ الساعة كم؟ اثنتين. 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 واحدة ولا اثنتين؟ اثنتين. واحدة أول يوم بدينا. أسعدك الله يا أبو متعب. الله يعافيك. فإن العائد لهذه القرية هو. نعم هو الشخص الجميل. هيا بنا يا جحدر، هيا بنا إلى هنا لكي نخرج إلى هناك حيث ما يلعبون ويستانسون. نقول أهلا بك وبعودتك يا الفارس الجميل محمد ملحم. هاي هلا يا هلا تجد وادي وكل من القلب صافي. هلا فيكم تينا القوة في أهل البزنس كفو. هلا ما بعجل بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد.
السابقة. مبروك.